فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، السنن مع سنن النسائي وكتاب التطبيق. نعم، وصلنا إلى باب التكبير عند الرفع من السجود. باب التكبير عند الرفع من السجود، هذه حديث مكررة شرحناها قبل ذلك، لكننا نمر عليها الآن. روى المصنف بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. قال: ورأيت أبا بكر رضي الله عنه وعمر يفعلان. وهذه كما قلنا جعل الله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم سنة أبي بكر سنة، وسنة عمر سنة، فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الآخر قال: باب رفع اليدين عند الرفع من السجود. باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى، يعني يرفع بين السجدتين، يرفع بين السجدة، مع أنه ابن عمر في الحديث قال: وكان لا يرفع في السجود. قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع، ولم يذكر رفعا بعد ذلك، وهذا نافي في محل الإثبات. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، فعل مثل ذلك كله. قال: يعني رفع اليدين. باب ترك ذلك بين السجدتين. وعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، في حد بيتصل فوقف البث عندنا. عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه كبر ورفع يديه، واذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين. وهذا كلام قد جزم به ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فعندنا اشكال هنا الان في هذا الباب. الأصل في ذلك هو مسألة الرفع. هناك حديث أثبتت وهناك حديث نفت، وعندنا القاعدة هنا عند التعادل والتراجيح، المثبت مقدم على النافي. لكن حقيقة الأمر أن نقول القاعدة عامة، المثبت مقدم على النافي، ولكن مش يتوقف المثبت مقدم على النافي، فيكون أنا أقول له هنا بيقف. عرفته، انا جاهل حقا، لكن مش لهذه الدرجه. ماشي، هو عشان يريني ما فيها. ممتاز، رضي الله عنك. فالمثبت مقدم على النافي، لكن القراءه المحتفه تفصل في هذا الباب. وهذا هكذا نعلم ان العلم ليس استنبه، ان يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، العلم ليس كذلك. العلم له ادله، والادله لها احكام، والاحكام لها قواعد وضوابط، وهذه الاحكام والقواعد يستعملها. ليش الفقيه نادر في الأمة، الماس خالص الفقيه، إذا وجد في الأمة أحوج ما تكون له. المشكلة الكبيرة الفقهاء في ندرة في هذا الزمان، لأنه بيكون عنده تعتمل عنده الأدلة ولا يدري، وعنده أصول مختلفة مشتبكة بين العلماء. أولا، الحديث الباب الأول هو باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما قال برفع اليدين. ابن مسعود هنا قال في التكبير فقط، والتكبير حقا كان النبي يكبر مع كل رفع وخفض، كان النبي يكبر مع كل رفع وخفض. لكن اللي ورد على ابن مسعود والحديث ضعيف، وهذا لا يتمسك به الحنفية، هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، قال ثم لا يعود. لذلك الحنفية يقولون ليس من السنة رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، ليس فيها رفع سنة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال بذلك،
قال بأن النبي رفع يديه عند التكبير ولم يعد بعد ذلك لرفع اليدين. والصحيح هذا كلام أولا ليس ثابتا عن ابن مسعود. والأمر الثاني أن الحديث الذي في الصحيحين ابن عمر أن النبي وطبعا عن عمر وائل بن حجر وائل مالك بن حويرث أن النبي كان يرفع حين يكبر ويرفع حين يركع ويرفع حين يرفع من الركوع. والخلاف بعد ذلك في الركعتين. وثبت عن أبي هريرة في السنن أنه بعد التشهد الأوسط عند القيام إلى الركعة الثالثة يرفع يديه. كان يرفع يديه. وورد عندنا أيضا في مالك بن الحويرث أنه قال كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع. يعني رفع اليدين حتى بين السجدتين يرفع يديه. هذه المسألة مشكلة. مشكلة لأنه ابن عمر رضي الله عنه نفى قال ولا يعود. ولا طبعا لا يعود عند ابن مسعود حديث ضعيف. لكن ده في الصحيح ابن عمر قال ولا يرفع يعني لا يرفع بعد ذلك إذا رفع من الركوع. أولا ابن مسعود قال أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع. هذه السنة كان يكبر مع كل خفض ورفع مع قيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله. وقد ورد عنه أيضا أنه يسلم عن تلقاء وجهه أو يسلم سلم واحد. وابن مسعود كان يقول يعني لا يحسبن أحد منكم بأنه يلزمه أن يسلم عن يمينه. رأيت كثيرا أنه يسلم عن شماله. والكلام هنا أراد ابن مسعود أن يقول يعني لا غلو، لا تحسبن أن الصلاة لا تصح إن لم تسلم إلا على يمينك، لأنه تسلم على يمين ليس بواجب، هو سنة. فهنا قال سلم عن يميني وعن شماله. وهذا وارد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين. وكانت عائشة تقول كان يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة. هذا على القليل ويكون في النافلة. أما في الفريضة فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بأبي وأمي كان يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. نعم. أما باب رفع اليدين فهنا عندنا مالك بن الحويرث قال بأن النبي كان يرفع مع كل خفض ورفع وكان يرفع بين السجدتين. ابن عمر نفى قال ما كان يرفع. فعندنا القاعدة المذنب مقدم عن النافي، لكن القرائن تجعلنا نقف وقفة. ما هي القرائن أصالة؟ تجعل لنا إشكالا في هذا الباب. وش هي القرائن بقى؟ وش القرائن؟ عايزين الأخوة تفكر. هي قرينة واحدة. القرائن الذي يقال فيها في هذا الباب يقال بأن الهمة داعية لنقل كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لذلك ما كانوا يرقبون النبي وينظرون. شوف الصاحب ايش قال؟ قال فأطال السجود فخشينا أن يكون حدث أمر. فنظرنا فوجدنا الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانوا يرقبون النبي. كان أبو هريرة يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عندما تكبر تسكت. هنيها أرأيت سكوتك هذا ماذا تقول؟ قال الله ما بعد بيني وبين الخطايا إلى آخر الحديث. وأيضا أنس يقول فرفع وقال سمع الله الحمد فوقف طويلا حتى ظن أنه وهل، يعني نسي بأبي هو وأمي. فكانوا يرقبون كل شيء. فمعنى هنا الآن كل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لا رفع يدين بين السجدين ولا يذكر ولا يذكر أنه يرفع مع كل خفض ورفع. هذه معناها أنه إيش؟ أن كل من حرص على نقل فعل النبي لم يرى ذلك. وإيش معنى هذا؟ معناها النبي كان يفعل ذلك نادرا قليلا. نعم. والكلام أنه أكثر الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ناقلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. فيبقى المخرج من هذا حتى لا تترك سنة ولا تترك حديثا نقول كان يفعل ذلك أحيانا. فمن رفع بين السجدتين أحيانا أصاب السنة. طيب مع أن جمهور الفقهاء يقولون بأن الرفع فيه مواضع ثلاثة: تكبيرة الإحرام، تكبير الركوع الانتقال، وأيضا الرفع من الركوع. ونقول زيادة على ذلك الرفع من الركعتين. الرفع من الركعتين. فيكون هنا تطبيق قاعدة المثبت على النافي، وإن كانت قاعدة أغلبية مش قاعدة كلية. كل القواعد الفقهية ليست قواعد كلية. القواعد الفقهية كلها قواعد أغلبية. وده الفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الأصولية كلية منطبقة، والقواعد الفقهية ليست كلية، هي أغلبية. فنقول من القاعدة الفقهية هنا عند العلماء، ودي هذه قاعدة فقهية وقاعدة أصولية، المذنب مقدم على النافي، لكن القرائن تحكم.
لأننا نقول معنى أن الصحابة الكرام بهؤلاء الأماجد الذين ما تركوا شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا شاذة ولا فاذة ولا تركوا شيئا كان النبي يفعله إلا قد بينوه إلا قد وصفوه إلا قد نقلوه وهم لم ينقلوا يعني والهمة داعية طبعا الهمة داعية لذلك ولم ينقلوا بأنه كان يرفع من السجدتين فيه دلالة على أن حديث مالك بن الحويرث أنه كان أحيانا يفعل ذلك كان أحيانا يفعل ذلك فمن فعل ذلك أحيانا فقد أصاب السنة وإلا الأولى أن القاعدة المقدمة على النافي قد نقول يضادها قاعدة أخرى وهي الحاضر يقدم على المبيح حديث مالك مبيح حديث مالك مبيح وأحاديث الصحابة الكرام حاضرة لأن ابن عمر بالنص ماذا قال قال ولا يرفع يديه من السجدتين فهذا حاضر فلو قلنا بالترجيح يبقى الحاضر يقدم على المبيح احتياطا للعباده ولكن الصحيح أن نقول أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا وابن عمر ذكر ابن عمر ذلك ذكر ابن عمر لذلك ذكر على الغالب فنقول أحيانا يرفع يديه أحيانا يرفع يديه طب في أسئلة تفضلوا يجوز له هو جلس عشان ما يطلع بين في الفل نعم له ذلك وإن كان الأفضل أن يكون على علو الأفضل الأصح أنه يسبل يرجع كما عاد والمسألة واسعة قبض أو أرسل فالأمر سيان لا التحريك لا لأنه الرواية صريحة تسعة قالوا يشير ما قالوا يحركه وهذا عند المتقدمين شذوذ يعني المجلس واحد والقصة واحدة فاهمني مش متعددة يبقى لا يصح أن تقول بأنه يشير يحركها نجمع وإنها تجمع فيه يبقى الناس تسعة فيهم وهم تسعة فيهم وهم المسألة فيها نظر مفهوم لو في أسئلة تفضلوا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا